بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. سير سورة الواقعة لابن كثير. يقرأه عليكم أحمد عزت. تفسير سورة الواقعة وهي مكية، الصفحة 81. قال أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي وقال حسن غريب. قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري: حدثنا السري بن يحيى الشيباني عن أبي شجاع عن أبي غبية قال: مرض عبد الله مرضه الذي توفي فيه، فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: أنا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: أنا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ثم قال ابن عساكر: كذا قال، والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن وهب عن السري. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني السري بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. فكان أبو ظبية لا يدعها. وكذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن منيب عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبية عن أبي مسعود به. ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن منيب العدني عن السري بن يحيى عن أبي ظبية عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. لم يذكر في مسنده شجاعا. قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلة. وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن أبي اليمان عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله فأتاه عثمان بن عفان يعوده فذكر الحديث بطوله. قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الواقعة من أسماء يوم القيامة.
سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها، كما قال تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة. وقوله تعالى: ليس لوقعتها كاذبة، أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها، كما قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. وقال تعالى: ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. ومعنى كاذبة كما قال محمد بن كعب: لا بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. قال ابن جرير: والكاذبة مصدر كالعاقبة والعافية. وقوله تعالى: خافضة الرافعة، أي تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم، وإن كانوا في الدنيا أعزاء، وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم، وإن كانوا في الدنيا وضعاء. هكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن أبيه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس: خافضة الرافعة، تخفض أقواما وترفع آخرين. وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة بن خالة عمر بن الخطاب: خافضة الرافعة، قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال السدي: خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وقال العوفي عن ابن عباس: خافضة الرافعة، أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة: خفضت فأسمعت الأدنى، ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك وقتادة. وقوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا، أي حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله تعالى: إذا رجت الأرض رجا، أي زلزلت زلزالا. وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. وهذا كقوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقوله تعالى: وبست الجبال بسا، أي فتنت فتتت فتا، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقال ابن زيد: صارت الجبال، كما قال الله تعالى: كثيبا مهيلا. وقوله تعالى: فكانت هباء منبثا، قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: هباء منبثا كرهج الغبار، يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: فكانت هباء منبثا، الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت، يطير منه الشرر، فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة: المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: هباء منبثا كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها، أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش. وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن، ويؤتون كتبهم بأيمانهم، ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال السدي: وهم جمهور أهل الجنة.
وآخرون عن يسار العرش، وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر، ويؤتون كتبهم بشمالهم، ويؤخذ بهم ذات الشمال، وهم عامة أهل النار، عياذا بالله من صنيعهم. وطائفة سابقون بين يديه عز وجل، وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم، فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. ولهذا قال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر السورة وقت احتضارهم، وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآية. وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة، قال: هي التي في سورة الملائكة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وقال ابن جريج عن ابن عباس: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة. وقال يزيد الرقاشي: سألت ابن عباس عن قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة، قال: أصنافا ثلاثة. وقال مجاهد: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: أفواجا ثلاثة. وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة بن خالة عمر بن الخطاب: وكنتم أزواجا ثلاثة، اثنان في الجنة وواحد في النار. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت، قال الضرباء: كل رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن الله تعالى يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال: هم الضرباء. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، حدثنا البراء الغنوي، حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إلى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، فقبض بيده قبضتين فقال: هذه للجنة ولا أبالي، وهذه للنار ولا أبالي. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من السابقون إلى ظلم الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. وقال محمد بن كعب وأبو حرزة يعقوب بن مجاهد: والسابقون السابقون هم الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي: هم أهل عليين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: والسابقون السابقون، قال: يوشع بن نون سبق إلى موسى، ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى، وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزار عن سفيان بن الضحاك المدائني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح به. وقال ابن أبي حاتم: وذكر عن محمد بن أبي حاتم: حدثنا مهران عن خارجة عن قرة عن ابن سيرين: والسابقون السابقون الذين صلوا إلى القبلتين. ورواه ابن جرير من حديث خارجة به. وقال الحسن وقتادة: والسابقون السابقون، أي من كل أمة. وقال الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة:
أنه قرأ هذه الآية: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجد، وأولهم خروجا في سبيل الله. وهذه الأقوال كلها صحيحة، فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولهذا قال تعالى: أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن زكريا الفزاري الرازي، حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو قال: قالت الملائكة: يا رب، جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون، فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا أفعل. فراجعوا ثلاثة، فقال: لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ثم قرأ عبد الله: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، ولفظه: فقال الله عز وجل: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة، أي جماعة، من الأولين وقليل من الآخرين. وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والآخرين، فقيل: المراد بالأولين الأمم الماضية، وبالآخرين هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهد والحسن البصري، رواها عنهما ابن أبي حاتم، وهو اختيار ابن جرير، واستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ولم يحكي غيره، ولا عزاه إلى أحد. ومما يستأنس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، حدثنا شريك بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة، وتقاسمونهم النصف الثاني. ورواه الإمام أحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن محمد بياع الملاء عن أبيه عن أبي هريرة فذكره. وقد روي من حديث جابر نحو هذا. ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمارة: حدثنا عبد ربه ابن صالح عن عروة بن روين عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال عمر: يا رسول الله،
ثلة من الأولين وقليل منا، قال فأمسك آخر السورة سنة ثم نزل ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ألا وإن من آدم إلى ثلة، وأمتي ثلة، ولن نستكمل ثلثنا حتى نستعين بالسودان من رعاة الإبل ممن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هكذا أورده في ترجمة عروة بن رويم إسنادا ومتنا، ولكن في إسناده نظر. وقد وردت طرق كثيرة متعددة لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، الحديث بتمامه، وهو مفرد في صفة الجنة ولله الحمد والمنة. وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها. اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة، والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح، وهو أن يكون المراد بقوله تعالى ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان، وحدثنا عبد الله بن بكر المزني، سمعت الحسن أتى على هذه الآية: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فقال: أما السابقون فقد مضوا، ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا السري بن يحيى، قال: قرأ الحسن: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين. قال: ثلة ممن مضى من هذه الأمة. وحدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري، حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الآية: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال: كانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا كلهم من هذه الأمة، فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة، ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها، فيحتمل أن تعم الآية جميع الأمم، كل أمة بحسبها. ولهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الحديث بتمامه. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا زياد أبو عمر عن الحسن عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم، كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها، والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني، ولكن العمدة الكبرى على الأول، واحتياج الزرع إليه آكد، فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيها. ولهذا قال عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وفي لفظ: حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك. والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم، والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة لشرف دينها وعظم نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وفي لفظ: مع كل 1,000 70,000، وفي آخر: مع كل 1,000 70,000. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هشام بن يزيد الطبراني، حدثنا محمد هو ابن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضمضم يعني بن زرعة عن شريح هو ابن عبيد عن أبي مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل الأسود،
زمرة جميعها يحيطون الأرض تقول الملائكة لما جاء مع محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام. وحسن أن يذكر هاهنا عند قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة حيث قال أخبرنا أبو نصر ابن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مطر أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن المستفاض فريابي حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الحراني حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلم ابن عبد الله الجهني عن عمه ابن مشجعة ابن ربعي عن أبي زمل الجهني رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح يقول وهو ثاني رجليه سبحان الله وبحمده يستغفر الله إن الله كان توابا 70 مرة ثم يقول 70 ب700 لا خير لمن كانت ذنوبه في يوم واحد أكثر من 700 ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا ثم يقول هل رأى أحد منكم شيئا؟ قال أبو زمل فقلت أنا يا رسول الله. فقال خير تلقاه وشر توقاه وخير لنا وشر على أعدائنا. الحمد لله رب العالمين واقصص رؤياك. فقلت رأيت جميع الناس على طريق الرحب سهل لا حب والناس على الجادة منطلقين. فبينما هم كذلك إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأ. قال وكانوا بالرعلة الأولى حين أشفقوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال فكأني أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافا فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغط ومضوا على ذلك. قال ثم قدم عظم الناس فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل كأني أنظر إليهم يميلون يمينا وشمالا. فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى آتي أقصى المرج فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه 7 درجات وأنت في أعلاها درجة وإذا عن يمينك رجل آدم شائل أقنى إذا هو تكلم يسمو فيقرع الرجال طولا وإذا عن يسارك رجل ربعة باز كثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء إذا هو تكلم أصغيتم إكراما له وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كلكم تأمونه تريدونه وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شاره وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال فانتقع لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سري عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه. وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغدارة عيشها مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيء ولم تتعلق منها ولم نردها ولم تردنا. ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافا فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغط ونجوا على ذلك. ثم جاء عظم الناس فمالوا في المرج يمينا وشمالا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة فلن تزال عليها حتى تلقاني. وأما المنبر الذي رأيت فيه 7 درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا 7000 سنة أنا في آخرها 1000. وأما الرجل الذي رأيت عن يمين الآدم الشائل فذلك موسى عليه السلام إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. وإذا رأيت والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء فذلك عيسى بن مريم نكرمه لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم كلنا نأمه ونقتدي به. وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا تقوم لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي. قال فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعا. وقوله تعالى على سرر موضونة
قال ابن عباس أي مرمولة بالذهب يعني منسوجة به، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وقتادة والضحاك وغيره، وقال السدي مرمولة بالذهب واللؤلؤ، وقال عكرمة مشبكة بالدر والياقوت، وقال ابن جرير ومنه يسمى وضين الناقة الذي تحت بطنها، وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور، وكذلك السرر في الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ. من فضلك تابع بقية المادة. نواصل القراءة في تفسير سورة الواقعة من المجلد الرابع الصفحة 86 و200، ونبدأ مع تفسير الآيات من الآية متكئين عليها متقابلين. وقوله تعالى متكئين عليها متقابلين أي وجوه بعضهم إلى بعض، ليس أحد وراء أحد، يطوف عليهم ولدان مخلدون أي مخلدون على صفة واحدة لا يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون، بأكواب وأباريق وكأس من معين. أما الأكواب فهي الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان، والأباريق التي جمعت الوصفين، والكؤوس الهنابات، والجميع من خمر من عين جارية معين ليس من أوعية تنقطع وتفرق بل من عيون سارحة. وقوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون أي لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسدي لا يصدعون عنها، يقول ليس لهم فيها صداع رأس. وقالوا في قوله ولا ينزفون أي لا تذهب بعقولهم. وقوله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون أي ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها، ويدل على ذلك حديث إكراش بن ذؤيب الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي ورحمه الله في مسنده: حدثنا العباس بن الوليد الترسي، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سومة، حدثنا عبيد الله ابن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني مرة في صدقات أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت المدينة فإذا هو جالس بين المهاجرين والأنصار، وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطي. قال: من الرجل؟ قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: ارفع في النسب. فانتسبت له إلى مرة ابن عبيد، وهذه صدقة مرة ابن عبيد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه إبل قومي، هذه صدقات قومي. ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها، ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى منزل أم سلمة، فقال: هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كالقصعة كثيرة الثريد والوذر، فجعل يأكل منها، فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على يد اليمنى، فقال: يا عكراش، كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمر أو رطب، شك عبيد الله رطبا كان أو تمرا، فجعلت آكل من بين يدي، وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا إكراش، كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد.
ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثة، ثم قال: يا عكرش، هذا الوضوء مما غيرت النار. وهكذا رواه الترمذي مطولا وابن ماجة جميعا عن محمد بن بشار عن أبي الهذيل العلاء بن الفضل به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان، قالوا: حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت قال: قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا، فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه، فإذا أثنى عليه معروف كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة فأدخلت الجنة، فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة، فنظرت فإذا فلان بن فلان وفلان بن فلان، فسمت 12 رجلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية قبل ذلك، فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم، فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ أو البيدخ. قال: فغمسوا فيه، فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر، فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر، فأكلوا من بسره ما شاءوا، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا، وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية فقال: ما كان من رؤيا كذا وكذا، فأصيب فلان وفلان حتى عد 12 رجلا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال: قصي رؤياك، فقصتها وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبي يعلى. قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط مسلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا علي بن المديني، حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. وقوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون. قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت يرعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. قالها ثلاثة: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. انفرد به أحمد من هذا الوجه. وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من حديث إسماعيل بن علي الحطمي عن أحمد بن علي الحيوطي عن عبد الجبار بن عاصم عن عبد الله بن زياد عن زرعة عن نافع عن ابن عمر قال: ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم طوبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل بلغك ما طوبى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا الله، يسير الراكب تحت غصن من أغصانها 70 خريفا، ورقها الحلل، يقع عليها الطير كأمثال البخت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هناك لطيرا ناعما؟ قال: أنعم منه من يأكله، وأنت منهم إن شاء الله تعالى. وقال قتادة في قوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون، وذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله، إني أرى طيرها ناعمة كأهلها ناعمون. قال: من يأكلها والله يا أبا بكر أنعم منها، وإنها لأمثال البخت، وإني لأحتسب على الله أن تأكل منها يا أبا بكر. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا:
حدثني مجاهد بن موسى، حدثنا معن بن عيسى، حدثني ابن أخي بن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجزر. فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن القعنبي عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أبيه. وقال حسن عن أنس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لطيرا فيه 70,000 ريشة، فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض، فيخرج من كل ريشة يعني لونا أبيض من اللبن، وألين من الزبد، وأعذب من الشهد، ليس منها لون يشبه صاحبه، ثم يطير. هذا حديث غريب جدا، والوصافي وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، حدثني الليث حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن كعب قال: إن طائر الجنة أمثال البخت، يأكل من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة، فيصطففن له، فإذا اشتهى منها شيئا أتى حتى يقع بين يديه، فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير، لم ينقص منه شيء. صحيح إلى كعب. وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوية. وقوله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. قرأ بعضهم بالرفع وتقديره: ولهم فيها حور عين، وقراءة الجر تحتمل معنيين: وحور عين، أحدهما أن يكون الإعراب على الاتباع بما قبله، كقوله تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين، كما قال تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وكما قال تعالى: عاليهم ثياب خضر من سندس واستبرق. والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين، ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم بعضا، بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين، والله أعلم. وقوله تعالى: كأمثال اللؤلؤ المكنون، أي كأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه، كما تقدم في سورة الصافات: كأنهن بيض مكنون. وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا، ولهذا قال: جزاء بما كانوا يعملون، أي هذا الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. ثم قال تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي لا يسمعون في الجنة كلاما لاغيا، أي عبثا خاليا عن المعنى، أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف، كما قال: لا تسمع فيها لاغية، أي كلمة لاغية، ولا تأثيما، أي ولا كلاما فيه قبح، إلا قيلا سلاما سلاما، أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض، كما قال تعالى: تحيتهم فيها سلام، وكلامهم أيضا سالم من اللغو والإثم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين،
في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لما ذكر تعالى مآل السابقين وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار، كما قال ميمون بن مهران: أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين، فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي أي شيء أصحاب اليمين وما حالهم وكيف مآلهم. ثم فسر ذلك فقال تعالى: في سدر مخضود. قال ابن عباس وأكرمة ومجاهد وأبو الأحوص وقسامة بن زهير والسفر بن قيس والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وأبو حرزة وغيرهم هو الذي لا شوك فيه، وعن ابن عباس هو الموقر بالثمر، وهو رواية عن إكرمة ومجاهد، وكذا قال قتادة أيضا: كنا نحدث أنه الموقر الذي لا شوك فيه، والظاهر أن المراد هذا وهذا، فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر، وفي الآخرة على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله، كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجار: حدثنا عبد الله بن محمد هو البغوي، حدثني حمزة بن العباس، حدثنا عبد الله بن عثمان، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرا تؤذي صاحبها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله تعالى يقول: في سدر مخضود خضض الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرة تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. طريق آخر. قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا محمد بن المبارك، حدثني يحيى بن حمزة، حدثني ثور بن يزيد، حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرا أكثر شوكا منها، يعني الطلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود، فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون الآخر. وقوله: وطلح منضود، الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العظاء، واحدته طلحة، وهو شجر كثير الشوك. وأنشد ابن جرير لبعض الحداة: بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبال. وقال مجاهد: منضود أي متراكم الثمر، يذكر بذلك قريشا لأنهم كانوا يعجبون من وج وظلاله من طلح وسدر. وقال السدي: منضود مصفود. قال ابن عباس: يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. قال الجوهري: والطلح لغة في الطلع. قلت: وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من همدان قال: سمعت عليا يقول: هذا الحرف في طلح منضود. قال: طلع منضود.
فعلى هذا يكون من صفة السدر، فكأنه وصفه بأنه مخضوض وهو الذي لا شوك فيه، وأن طلعه منضود وهو كثرة ثمره، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو معاوية عن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وطلح منضود قال الموز. قال: وروي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وعكرمة وقسامة ابن زهير وقتادة وأبي حرزة مثل ذلك، وبه قال مجاهد وابن زيد وزاد، فقال أهل اليمن يسمون الموز الطلح، ولم يحكي ابن جرير غير هذا القول. وقوله تعالى: وظل ممدود، قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ورواه مسلم من حديث الأعرج به. وقال الإمام أحمد: حدثنا شريح، حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وكذا رواه مسلم من حديث الأعرج به. وكذا رواه البخاري عن محمد بن سفيان عن فليح به. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وكذا رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة والليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وعوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة، سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. إسناد جيد ولم يخرجوه. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبدة وعبد الرحيم والبخاري كلهم عن محمد بن عمرو به، وقد رواه الترمذي من حديث عبد الرحيم بن سليمان به. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا مهران، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فبلغ ذلك كعبا فقال: صدق، والذي أنزل التوراة على موسى والفرقان على محمد، لو أن رجلا ركب حقة أو جذع ثم دار بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما، إن الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحه، وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة، وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وظل ممدود، قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وكذا رواه البخاري عن روح بن عبد المؤمن عن يزيد بن زريع. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن عمران بن داود القطان عن قتادة به. وكذا رواه معمر وأبو هلال عن قتادة به. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله. وقد قال الإمام أبو جعفر
ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر حدثنا أبو حسين قال كنا على باب في موضع ومعنا أبو صالح وشقيق يعني الضبي فحدث أبو صالح قال حدثني أبو هريرة قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما قال أبو صالح أتكذب أبا هريرة قال ما أكذب أبا هريرة ولكني أكذبك أنت فشق ذلك على القراء يومئذ قلت فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب ثم قال حسن غريب وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي الربيع حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها 100 عام قال فيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها قال فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا هذا أثر غريب وإسناده جيد قوي حسن وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن يمان حدثنا أبو سفيان حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى وظل ممدود قال 70,000 سنة وكذا رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان مثله ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وظل ممدود قال 500,000 سنة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا حسين بن نافع عن الحسن في قول الله تعالى وظل ممدود قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها وقال عوف عن الحسن بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها رواه ابن جرير وقال شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في الجنة شجر لا يحمل يستظل به رواه ابن أبي حاتم وقال الضحاك والسدي وأبو حرزة في قوله تعالى وظل ممدود لا ينقطع ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر وقال ابن مسعود الجنة سجسج كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقد تقدمت الآيات كقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وقوله أكلها دائم وظلها وقوله في ظلال وعيون إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى وماء مسكوب قال الثوري يجري في غير أخدود وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس الآية بما أغنى عن إعادته هاهنا وقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أي وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في الألوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أي يشبه الشكل الشكل ولكن الطعم غير الطعم وفي الصحيحين في ذكر سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر وفيهما أيضا من حديث مالك عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فذكر الصلاة وفيه قالوا يا رسول الله
رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله، حدثنا أبو عقيل عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهر، إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا معه، ثم تناول شيئا ليأخذه، ثم تأخر، فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه. قال: إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقص منه. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الواقعة لابن كثير. وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن بحر، حدثنا هشام بن يوسف، أخبرنا معمر عن أبي يحيى بن أبي كثير عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال: الأعرابي فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة. قال: فذكر شيئا لا أدري ما هو. قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليست تشبه شيئا من شجر أرضك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت الشام؟ قال: لا. قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها. قال: ما عظم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع إلى يفتر. قال: وعظم أصلها؟ قال: لما ارتحلت جدعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر فرقوتها هرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم الحبة؟ قال: هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه فأعطاه أمك؟ فقال: اتخذي لنا منه دلوة؟ قال: نعم. قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي. قال: نعم، وعامة عشيرتك. وقوله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تنقطع شتاء ولا صيف، بل أكلها دائم مستمر أبدا، مهما طلبوا وجدوا، لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. وقال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد. وقد تقدم في الحديث: إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى. وقوله تعالى: وفرش مرفوعة، أي عالية وطيئة ناعمة. قال النسائي وأبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب، حدثنا رشدين ابن سعد عن عمر بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين ابن سعد. قال: وقال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات، وبعد ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. هكذا قال إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد، وهو المصري، وهو ضعيف. هكذا رواه أبو جعفر بن جرير عن أبي كريب عن رشدين به.
ثم رواه هو وابن أبي حاتم كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمر بن الحارث فذكره. وكذا رواه ابن أبي حاتم أيضا عن نعيم بن حماد عن ابن وهب. وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث حرملة عن ابن وهب به مثله. ورواه الإمام أحمد عن حسن عن موسى عن ابن لهيعة حدثنا دراج فذكره. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن أبي سهل يعني كثير بن زياد عن الحسن. وفرش مرفوعة قال ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة 80 سنة. وقوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين جرى الضمير على غير مذكور، لكن لما دل السياق وهو ذكر الفرش على النساء التي يضاجعن فيها اكتفى بذلك عن ذكرهن وعاد الضمير عليهن كما في قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني الشمس على المشهور من قولي المفسرين. وقال الأخفش في قوله تعالى إنا أنشأناهن أضمرهن ولم يذكرن قبل ذلك. وقال أبو عبيد ذكرن في قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فقوله تعالى إنا أنشأناهن أي أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما كنا عجائز رمصا صرنا أبكارا عربا أي بعد الثيوبة عدنا أبكارا عربا متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة والظرافة والملاحة. وقال بعضهم عربا أي غنجات. قال موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أنشأناهن إنشاء قال نساء عجائز كن في الدنيا عمشا رمصا. رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم. ثم قال الترمذي غريب وموسى ويزيد ضعيفان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس حدثنا شيبان عن جابر عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء يعني الثيب والأبكار التي كن في الدنيا يعني الثيب والأبكار التي كن في الدنيا. وقال عبد بن حميد حدثنا مصعب بن المقداد حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز فقالت يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي. قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا بكر بن سهيل الدمياطي حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي أخبرنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى حور عين. قال حور بيض عين بخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قلت أخبرني عن قوله تعالى كأمثال اللؤلؤ المكنون. قال صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قلت أخبرني عن قوله فيهن خيرات حسان. قال خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قلت أخبرني عن قوله كأنهن بيض مكنون. قال رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القش وهو الغرقائي. قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله عربا أترابا. قال
هن اللواتي قبضن في الدار الدنيا عجائز رمصا شنطا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا عربا متعشقات محببات أترابا على ميلاد واحد. قلت يا رسول الله، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة. قلت يا رسول الله، وبما ذاك؟ قال بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب صفر الحلي، مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب. يقولن نحن الخالدات فلا نموت، فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبأس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا. ألا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قلت يا رسول الله، المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها؟ قال يا أم سلمة، إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا، فتقول يا ربي إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه. يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وفي حديث الصور الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنة، فيقول الله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثني بالحق، ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة مما ينشئ الله، وثنتين من ولد آدم، لهما فضل على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنيا. يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ، عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، وإنه لابع يده بين كتفيها، ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت. كبده لها مرآة، يعني وكبدها له مرآة، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله، ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء، ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا منية ولا منية. فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل، ألا إن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما جاء واحدة قالت والله ما في الجنة شيء أحسن منك، وما في الجنة شيء أحب إلي منك. فقال عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له أنطأ في الجنة؟ قال نعم، والذي نفسي بيده دحما دحما، فإذا قام عنها أرجعت مطهرة بكرا. وقال الطبراني حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي، حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي، حدثنا شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارا. وقال أبو داود الطيالسي أخبرنا عمران عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا في النساء. قلت يا رسول الله، ويطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. ورواه الترمذي من حديث أبي داود وقال صحيح غريب. وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي
عن زائدة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ قال: إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 عذراء. قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: هذا الحديث عندي على شرط صحيح والله أعلم. وقوله عربة، قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني متحببات إلى أزواجهن. ألم ترى إلى الناقة الضبعة هي كذلك؟ وقال الضحاك عن ابن عباس: العرب العواشق لأزواجهن، وأزواجهن لهن عاشقون. وكذا قال عبد الله بن سرجس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن أبي كثير وعطية والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ثور بن يزيد عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن قوله عربة، قال: هي الملقة لزوجها. وقال شعبة عن سماك عن عكرمة: هي الغنجة. وقال الأزلح بن عبد الله عن عكرمة: هي الشكلة. وقال صالح بن غسان عن عبد الله بن بريدة في قوله عربة، قال: الشكلة بلغة أهل مكة، والغنجة بلغة أهل المدينة. وقال تميم بن حذلم: هي حسن التبعل. وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن: العرب حسنات الكلام. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن سهل بن عثمان العسكري: حدثنا أبو علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عربا، قال: كلامهن عربي. وقوله أترابا، قال الضحاك عن ابن عباس: يعني في سن واحدة 33 سنة. وقال مجاهد: الأتراب المستويات، وفي رواية عنه: الأنفال. وقال عطية: الأقران. وقال السدي: أترابا، أي في الأخلاق المتواخيات بينهن، ليس بينهن تباعد ولا تحاسد، يعني لا كما كن ضرائر متعاديات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الكهف عن الحسن ومحمد: عربا أترابا، قال: المستويات الأسنان، يأترفن جميعا ويلعبن جميعا. وقد روى أبو عيسى الترمذي عن أحمد بن منيع عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها. قال: يقولن: نحن الخالدات فلا نبيد، ونحن الناعمات فلا نبأس، ونحن الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له. ثم قال: هذا حديث غريب. وقال الحافظ أبو يعلى: أخبرنا أبو خيثمة، حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا ابن أبي ذئب عن سلام عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس بن مالك عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحور العين ليغنين في الجنة يقولن: نحن خيرات حسان، خبئنا لأزواج كرام. قلت: إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطي، أحد الثقات الأثبات. وقد روى هذا الحديث الإمام عبد الرحيم ابن إبراهيم الملقب بدحيم عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع عن ابن لأنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحور العين يغنين في الجنة، نحن الحور الحسان، خلقنا لأزواج كرام. وقوله تعالى: لأصحاب اليمين، أي خلقنا لأصحاب اليمين، أو ادخرنا لأصحاب اليمين، أو زوجنا لأصحاب اليمين. والأظهر أنه متعلق بقوله: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فتقديره: أنشأناهن لأصحاب اليمين، وهذا توجيه ابن جرير. وروي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله قال: صليت ليلة ثم جلست أدعو، وكان البرد شديدا، فجعلت أدعو بيدي واحدة فأخذتني عيني فنمت،
فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول: يا أبا سليمان، أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك في النعيم منذ 500 سنة؟ قلت: ويحتمل أن يكون قوله لأصحاب اليمين متعلقا بما قبله، وهو قوله أترابا لأصحاب اليمين، أي في أسنانهم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرتي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشفهم المسك ومجامرهم الألوى وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قال: حدثنا حماد بن سلمة. وروى الطبراني واللفظ له من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين أبناء 33، وهم على خلق آدم 60 ذراعا في عرض 7 أذرع. وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33 سنة. ثم قال حسن غريب. وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 33 في الجنة لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به. وقال أبو بكر ابن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا رواد بن الجراح العسقلاني، حدثنا الأوزاعي عن هارون بن ذئاب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى 33 سنة وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون. وقال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا محمد بن خالد وعباس بن الوليد قال: حدثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن ذئاب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد عيسى 33 جردا مردا مكحلين، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكسون منها، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. وقوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين عن عبد الله بن مسعود قال: وكان بعضهم يأخذ عن بعض قال: كرينا ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدونا عليه فقال: عرضت علي الأنبياء وأتباعها بأممها، فيمر علي النبي والنبي في العصابة والنبي في الثلاثة والنبي وليس معه أحد، وتلا قتادة هذه الآية: أليس منكم رجل رشيد؟ قال: حتى مر علي موسى بن عمران في كبكبة من بني إسرائيل، قال: قلت: ربي من هذا؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران ومن تبعه من بني إسرائيل. قال: قلت: ربي فأين أمتي؟ قال: انظر عن يمينك في الضراب، قال: فإذا وجوه الرجال، قال: أرضيت؟ قال: قلت:
قبر بيت ربي. قال انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه الرجال. قال أرضيت؟ قلت قد رضيت ربي. قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد. قال سعيد وكان بدريا. قال يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال فقال اللهم اجعله منهم. قال أنشأ رجل آخر قال يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال سابقك بها عكاشة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم فداكم أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب 70 فافعلوا، وإلا فكونوا من أصحاب الضراب، وإلا فكونوا من أصحاب الأفق، فإني قد رأيت ناسا كثيرا قد ناشبوا أحوالهم. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فكبرنا. قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال فكبرنا. قال ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال فقلنا بيننا من هؤلاء 70,000؟ فقلنا هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا. قال فبلغه ذلك فقال بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه. وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا الوجه في الصحاح وغيرها. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا مهران حدثنا سفيان عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما جميعا من أمتي. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذكر أصحاب الشمال فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال أي أي شيء هم فيه أصحاب الشمال. ثم فسر ذلك فقال في سموم وهو الهواء الحار وحميم وهو الماء الحار وظل من يحموم. قال ابن عباس ظل الدخان. وكذا قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة والسدي وغيرهم. وهذه كقوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. ولهذا قال هاهنا وظل من يحموم وهو الدخان الأسود لا بارد ولا كريم
أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر كما قال الحسن وقتادة، ولا كريم أي ولا كريم المنظر. وقال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون: هذا الطعام ليس بطيب ولا كريم، هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم، هذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة. وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به نحوه. ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي كانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا يصرون أن يقيمون ولا ينوون توبة على الحنث العظيم وهو الكفر بالله وجعل الأوثان والأنداد أربابا من دون الله. قال ابن عباس: الحنث العظيم الشرك. وكذا قال مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وقال الشعبي: هو اليمين الغموس. من فضلك تابع بقية المادة. وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه. قال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بني آدم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا يغادر منهم أحد، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. ولهذا قال هاهنا: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أي هو مؤقت بوقت محدود لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم حتى يملأوا منها البطونهم، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، وهي الإبل العطاش، واحدها أهيم والأنثى هيماء، ويقال هائم وهائمة. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم الإبل العطاش الظماء. وعن عكرمة أنه قال: الهيم الإبل المراد تمص الماء مصا ولا تروى. وقال السدي: الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبدا حتى تموت. فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم أبدا. وعن خالد بن معدان أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم غبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثة، ثم قال: هذا نزلهم يوم الدين، أي هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم، كما قال تعالى في حق المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أي ضيافة وكرامة. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. يقول تعالى مقررا للمعاد ورادا على المكذبين به من أهل الزيخ والإلحاد من الذين قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد. فقال تعالى: نحن خلقناكم،
أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، أفليس الذي قدر على البداء بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ ولهذا قال فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث؟ ثم قال تعالى مستدلا عليهم بقوله أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أي أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت، أي صرفناه بينكم. وقال الضحاك ساوى فيه بين أهل السماء والأرض، وما نحن بمسبوقين، أي وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم، أي نغير خلقكم يوم القيامة وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات والأحوال. ثم قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهل لا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهذه البداءة قادر على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى؟ كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. يقول تعالى أفرأيتم ما تحرثون، وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها، أأنتم تزرعونه أي تنبتونه في الأرض أم نحن الزارعون، أي بل نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض. قال ابن جرير حدثني أحمد بن الوليد القرشي حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت. قال أبو هريرة ألم تسمع إلى قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم عن مسلم الجرمي به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عطاء عن أبي عبد الرحمن لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا. وروي عن حجر المدري أنه كان إذا قرأ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وأمثالها يقول بل أنت يا رب. وقوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما،
أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم، ولو نشاء لجعلناه حطاما، أي لأيبسناه قبل استوائه واستحصابه فظلتم تفكهون. ثم فسر ذلك بقوله إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أي لو جعلناه حطاما لظللتم تفكهون في المقالة تنوعون كلامكم فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون، وقال مجاهد وعكرمة إنا لمولع بنا، وقال قتادة معذبون، وتارة تقولون بل نحن محرومون، وقال مجاهد أيضا إنا لمغرمون ملقون للشر أي بل نحن محارفون. قاله قتادة أي لا يثبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح، وقال مجاهد بل نحن محرومون أي مجدودون يعني لا حظ لنا، وقال ابن عباس ومجاهد فظلتم تفكهون تعجبون، وقال مجاهد أيضا فظلتم تفكهون تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم، وهذا يرجع إلى الأول وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة فظلتم تفكهون تلاومون، وقال الحسن وقتادة والسدي فظلتم تفكهون تندمون، ومعناه إما على ما أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب. قال الكسائي تفكه من الأضداد، تقول العرب تفكهت بمعنى تنعمت، وتفكهت بمعنى حزنت. ثم قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني السحاب. قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد أم نحن المنزلون، يقول بل نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا أي زعاقا مرا لا يصلح لشرب ولا زرع، فلولا تشكرون أي فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا ذلالا، لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عثمان بن سعيد ابن مرة حدثنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب الماء قال والحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. ثم قال أفرأيتم النار التي تورون، أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها. وللعرب شجرتان إحداهما المرخ والأخرى العفار، إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر تناثر من بينهما شرر النار. وقوله تعالى نحن جعلناها تذكرة، قال مجاهد وقتادة أي تذكر النار الكبرى. قال قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قوم ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها قد ضربت بالبحر ضربتين أو مرتين حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنو منها. فهذا الذي أرسله قتادة قد رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وقال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها قد فضلت عليها 69 جزءا. رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث أبي الزناد.
ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة به. وفي لفظ: والذي نفسي بيده لقد صبرت عليها 69 جزءا كلهن مثل حربها. وقد قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا نعن بن عيسى القزاز عن مالك عن عمه أبي سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم؟ لهي أشد سوادا من ناركم هذه 70 ضعفا. قال الضياء المقدسي: وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه، وهو عندي على شرط الصحيح. وقوله تعالى: ومتاعا للمقوين، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والنضر بن عربي: يعني بالمقوين المسافرين، واختاره ابن جرير. وقال: ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها. وقال غيره: القيء والقواء القفر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي ها هنا الجائع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر. واختاره ابن جرير وقال: ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها. وقال غيره: القي والقواء القفر الخالي البعيد من العمران. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي ها هنا الجائع. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر، لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وكذا روى سفيان عن جابر الجعفي عن مجاهد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله للمقوين يعني المستمتعين من الناس أجمعين. وكذا ذكر عن عكرمة، وهذا التفسير أعم من غيره، فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد، بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه، فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى واستأنس بها وانتفع بها سائر الانتفاعات. فلهذا أفرد المسافرون، وإن كان ذلك عاما في حق الناس، في حق الناس كلهم. وقد استدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان ابن زيد الشرعبي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في 3: النار والكلاء والماء. وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. وله من حديث ابن عباس مرفوعة مثل هذا وزيادة وثمنه، ولكن في إسناده عبد الله ابن خراش ابن حوشب، وهو ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء الزلال العذب البارد، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة، وخلق النار المحرقة، وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجرا لهم في المعاد. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال جويبر عن الضحاك: إن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه، ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه، وهذا القول ضعيف.
والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: لا ها هنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم، رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، ويكون جوابه إنه لقرآن كريم. وقال آخرون: ليست لا زائدة لا معنى لها، بل يؤتى بها في أول القسم إذا كان مقسما به على من فيه، كقول عائشة رضي الله عنها: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وهكذا ها هنا تقدير الكلام لا أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم. واختلفوا في معنى قوله بمواقع النجوم، فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية، وقال الضحاك عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، فنجمته السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم نجوم القرآن، وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حرزة. وقال مجاهد أيضا مواقع النجوم في السماء، ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة. وقال مجاهد أيضا مواقع النجوم في السماء، ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن وقتادة، وهو اختيار ابن جرير، وعن قتادة مواقعها منازلها. وعن الحسن أيضا أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني بذلك الأنواع التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه، إنه لقرآن كريم، أي إن هذا القرآن الذي نزل على محمد لكتاب عظيم في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. وقال ابن جرير حدثني موسى ابن إسماعيل أخبرنا شريح عن حكيم هو ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون، قال الكتاب الذي في السماء. وقال العوفي عن ابن عباس لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة. وكذا قال أنس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعفاء جابر بن زيد وأبو نهيك والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا أبو ثور حدثنا معمر عن قتادة لا يمسه إلا المطهرون، قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس. وقال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون. وقال أبو العارية لا يمسه إلا المطهرون، ليس أنتم أصحاب الذنوب. وقال ابن زيد زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين، فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا القول قول جيد، وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون، أي من الجنابة والحدث. قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب. قالوا والمراد بالقرآن ها هنا
المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. واحتج في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عبد أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاصم، وفي إسناد كل منهما نظر والله أعلم. وقوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من الله رب العالمين، وليس هو كما يقولون إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو الحق الذي لا مرية فيه، وليس وراءه حق نافع. فقوله تعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال العوفي عن ابن عباس: أي مكذبون غير مصدقين. وكذا قال الضحاك وأبو حزرة والسدي. وقال مجاهد: مدهنون، أي تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال بعضهم: معنى وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم، أنكم تكذبون أي تكذبون بدل الشكر. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما قرآها: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، كما سيأتي. وقال ابن جرير، وقد ذكر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان، بمعنى شكر فلان. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن على علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم يقول شكركم، أنكم تكذبون تقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مخول بن إبراهيم النهدي، وابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبيد الله بن موسى وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن أبي بكير ثلاثتهم عن إسرائيل به مرفوعا. وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن حسين بن محمد وهو المروزي به، وقال حسن غريب. وقد رواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى ولم يرفعه. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقول مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وقال مالك في الموطأ عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته ذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي كلهم من حديث مالك به. وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمر بن سواد، حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. انفرد به مسلم من هذا الوجه. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليسبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها،
فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد هو ابن إبراهيم، فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا من أبي هريرة، وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي، فلما استسقى التفت إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله كم أبقى من نوء الثريا؟ فقال العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعة. قال فما مضت سابعة حتى مطروا. وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لا أن ذلك النوء مؤخر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من الأحاديث عند قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض عفاني الأسد، فقال كذبت بل هو رزق الله. ثم قال ابن جرير حدثني أبو صالح الصراري حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأودي حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين. ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعا لقفت الناس سبع سنين ثم مطروا لقالوا مطرنا بنوء المجدع. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة الواقعة لابن كثير. وقال مجاهد وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال قولهم في الأنواء فطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، يقول قولوا هو من عند الله وهو رزقه، وهكذا قال الضحاك وغير واحد. وقال قتادة أما الحسن فكان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به. ولهذا قال قبله أفبهذا الحديث أنتم مرهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، إذا بلغت أي الروح، الحلقوم أي الحلق، وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولهذا قالها هنا وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت. ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون أي ولكن لا ترونهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، معناه فهل ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن كنتم غير مدينين؟ قال ابن عباس يعني محاسبين.
وروي عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والسدي وأبي حزرة مثله. وقال سعيد بن جبير والحسن البصري: فلولا إن كنتم غير مدينين غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس. وعن مجاهد: غير مدينين غير موقنين. وقال ميمون بن مهران: غير معذبين مقهورين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم، إما أن يكون من المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين، وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. ولهذا قال تعالى: فأما إن كان، أي المحتضر، من المقربين وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان، وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فروح يقول راحة، وريحان يقول مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. وقال أبو حزرة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. وعن مجاهد: فروح وريحان جنة ورخاء. وقال قتادة: فروح فرحمة. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان ورزق. وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. وقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم أهل النار. وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ولو كتبت هاهنا لكان حسنا. وأجلها حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى فلان فأتني به، فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب، ائتني فلا أريحه. قال: فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكفان وحنوط من الجنة، ومعهم ضبائر الريحان، أصل الريحانة واحد، وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه، ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك. وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم، وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا هارون عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: فروح وريحان برفع الراء. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون: فروح، وهو ابن موسى الأعور به. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه. وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده،
وخالفه الباقون فقرأوا فروح بفتح الراء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هانئ أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن، ومعنى يعلق يأكل، ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، عن الإمام مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا إسناد عظيم ومتن قويم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. الحديث. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: إنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكنه إذا احتضر، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل، والله عز وجل للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإذا بشر بذلك كره لقاء الله، والله تعالى للقائه أكره. هكذا رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها شاهد لمعناه، وقوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أي تبشرهم الملائكة بذلك، تقول لأحدهم: سلام لك، أي لا بأس عليك، أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين. وقال قتادة وابن زيد: سلم من عذاب الله وسلمت عليه ملائكة الله، كما قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا معنى حسن، ويكون ذلك كقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال البخاري: فسلام لك، أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. وألغيت إن وبقي معناها، كما تقول: أنت مصدق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال: إني مسافر عن قليل. وقد يقول كالدعاء له، كقولك: سقيا لك من الرجال، إن رفعت السلام فهو من الدعاء. وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية ومال إليه، والله أعلم. وقوله تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، أي
وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى فنزل أي فضيافة من حميم، وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود، وتصلية جحيم أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع جهاته. ثم قال تعالى إن هذا لهو حق اليقين، أي إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه، فسبح باسم ربك العظيم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى بن أيوب الغافقي حدثني إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وكذا رواه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب به. وقال روح بن عبادة حدثنا حجر الصواف عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هكذا رواه الترمذي من حديث روح، ورواه هو والنسائي أيضا من حديث حماد بن سلمة من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. وقال البخاري في آخر كتابه حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث محمد بن فضيل بإسناده مثله. آخر تفسير سورة الواقعة ولله الحمد والمنة. وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية. تفسير سورة الحديد وهي مدنية، الصفحة الثانية بعد الثلاثمائة. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية بن الوليد حدثني بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن أرباط بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به. وقال الترمذي حسن غريب. ورواه النسائي عن ابن أبي السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا لم يذكر عبد الله بن أبي بلال ولا الأرباط بن سارية. والآية المشار إليها في الحديث هي والله أعلم قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات والأرض أي من الحيوانات والنباتات، كما قال في الآية الأخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى وهو العزيز أي الذي قد خضع له كل شيء الحكيم في خلقه وأمره وشرعه له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت ويعطي من يشاء ما يشاء وهو على كل شيء قدير أي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهذه الآية هي المشار إليها في حديث أرباط بن سارية أنها أفضل من ألف آية. وقال أبو داود حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا النضر بن محمد حدثنا إكرمة يعني بن عمار حدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم به قال فقل لي أشيء من شك قال وضحك قال ما نجا من ذلك أحد
قال حتى أنزل الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد جاءك الحق من ربك. الآية. قال وقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الآية وأقوالهم على نحو من 14 قولا. وقال البخاري قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. وقال شيخنا الحافظ المزي يحيى هو ابن زياد الفراء له كتاب سماه معاني القرآن وقد ورد في ذلك أحاديث. فمن ذلك ما قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ورواه مسلم في صحيحه حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا فقال حدثنا عقبة حدثنا يونس حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى ثم همس ما يدري ما يقول فإذا كان في آخر الليل رفع صوته فقال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إله كل شيء ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. السري بن إسماعيل هذا هو ابن عم الشعبي وهو ضعيف جدا والله أعلم. وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية حدثنا عبد بن حميد وغير واحد لمعنى واحد قال وحدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان هذه رواية الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الرفيع سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها 500 سنة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 سماوات ما بين كل سماء ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد ما بين السماءين. ثم قال هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها الأرض. ثم قال هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟
قال الله ورسوله أعلم. قال فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه ويروى عن أيوب ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وأفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه، انتهى كلامه. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن شريح عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وعنده وبعد ما بين الأرضين مسيرة 700 عام. وقال لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى 7 لهبط على الله. ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث، ولم يذكر ابن أبي حاتم آخرة وهو قوله لو دليتم بحبل، وإنما قال حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 عام. ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال البزار لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال هل تدرون ما هذا، وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء إلا أنه مرسل من هذا الوجه، ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير عند قوله تعالى ومن الأرض مثلهم حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن نور عن معمر عن قتادة قال التقى 4 من الملائكة بين السماء والأرض فقال بعضهم لبعض من أين جئت؟ قال أحدهم أرسلني ربي عز وجل من السماء 7 وتركته. ثم قال الآخر أرسلني ربي عز وجل من الأرض 7 وتركته ثم. قال الآخر أرسلني ربي من المشرق وتركته ثم. قال الآخر أرسلني ربي من المغرب وتركته ثم. وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما روي هاهنا من قوله والله أعلم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا، وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منها
من نبات وزرع وثمار، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام، مع الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى. وقوله تعالى: وما يعرج فيها، أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم، كما قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا إله غيره ولا رب سواه. من فضلك تابع بقية المادة. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة ابن جنادة ابن محفوظ بن علقمة: حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عامر قال: قال عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زودني حكمة أعيش بها. فقال: استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. هذا حديث غريب. وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن علوبة العامري مرفوعا: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: إن عبد الله وحده، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الرذية ولا الشرطة اللئيمة ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم، وزكى نفسه. وقال رجل: يا رسول الله، ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعلم أن الله معه حيث كان. وقال نعيم بن حماد رحمه الله: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويل عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. غريب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك، كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له، وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه، كما قال تعالى:
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيضا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه. وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كريم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل والدوام والثبات على ذلك والاستمرار، وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه، أي مما هو معكم على سبيل العارية، فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم. فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال في طاعته، فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه. وقوله تعالى مما جعلكم مستخلفين فيه، فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك، فلعل وارثك أن يطيع الله فيه فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك، أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن مطرف يعني ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورواه مسلم من حديث شعبة به، وزاد وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وقوله تعالى فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة. ثم قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان
ورسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا طرفا من هذه في أول سورة البقرة عند قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقوله تعالى: وقد أخذ ميثاقكم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وهو مذهب مجاهد، الله أعلم. وقوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي حججا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان. وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل وإزالة الشبه. ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق، ثم حثهم على الإيمان وبين أنه قد أزال عنهم موانعه، حثهم أيضا على الإنفاق فقال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما، وهو مالك العرش بما حوى، وهو القائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش إقلالا، وعلم أن الله سيخلفه عليه. وقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله، وذلك قبل فتح مكة كان الحال شديدا، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون. وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ولهذا قال تعالى: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة، وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هاهنا صلح الحديبية. وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا زهير، حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها. فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم. ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة، وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد
بعد الفتح، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم، فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وغيرهما، فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك. والذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. فقلنا: من هم يا رسول الله؟ أقريش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفة، إلا أن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وهذا الحديث غريب بهذا السياق، والذي في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد ذكر الخوارج تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحديث. ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر، فقال: حدثني ابن البرقي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم عن أبي سعيد التمار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم. قلنا: من هم يا رسول الله؟ قريش؟ قال: لا، ولكن أهل اليمن، لأنهم أرق أفئدة وألين قلوبا. وأشار بيده إلى اليمن فقال: هم أهل اليمن، ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية. فقلنا: يا رسول الله، هم خير منا؟ قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفة. ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال: ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية، فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده، كما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما نزل: وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية، فهي بشارة بما يستقبل، وهكذا هذه والله أعلم. وقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، يعني المنفقين قبل الفتح وبعده، كلهم لهم ثواب على ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء، كما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف،
وفي كل خير، وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر فيتوهم عندهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه. ولهذا قال تعالى: والله بما تعملون خبير، أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذاك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث: سبق درهم 100,000. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد، أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب، أخبرنا محمد بن يونس، حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن ابن عمر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، فنزل جبريل فقال: ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، فقال: أنفق ماله علي قبل الفتح. قال: فإن الله يقول: اقرأ عليه السلام وقل له: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسخط على ربي عز وجل، إني عن ربي راض. هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه، الله أعلم. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى: أضعافا كثيرة وله أجر كريم، أي جزاء جميل ورزق باهر، وهو الجنة يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يده. قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وله حائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح، قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وفي لفظ: رب نخلة مدلاه
عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعمالهم كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال قتادة فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه وقال سفيان الثوري عن حصين عن مجاهد بن جنادة ابن أبي أمية قال إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم وحلاكم ونجواكم ومجالسكم فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان هذا نورك يا فلان لا نور لك وقرأ يسعى نورهم بين أيديهم وقال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا وقال الحسن يسعى نورهم بين أيديهم يعني على الصراط وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب أخبرنا عمي عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث أنه سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم وقوله وبأيمانهم قال الضحاك أي وبأيمانهم كتبهم كما قال فمن أوتي كتابه بيمينه وقوله بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار أي يقال لهم
بشراكم اليوم جنات، أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. وقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، وهذا إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة، وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله وعمل بما أمر الله به وترك ما عنه زجر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي، فلما صلي على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة أيها الناس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وهو هذا يشير إلى القبر، بيت الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئا، وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه فقال أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط. انتهى تفسير سورة الواقعة، قرأها أحمد عزت. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.